تناقش الوكالة الدولية لطاقة الذرية برنامج إيران النووي، وذلك خلال اجتماعها السنوي الذي يبدأ في فيينا في وقت لاحق اليوم. وحثت الوكالة إيران على توضيح كل الشبهات حول قيامها بتجارب لإعداد قنبلة نووية، لكن إيران تنفي هذه التهم وتشدد على أن برنامجها هو لأغراض سلمية. التعليق على هذا الموضوع معنا على الهاتف من طهران ما شاء الله شمس الواعدين، المستشار بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في طهران. أهلا بك أستاذ شمس الواعدين. هل طهران على استعداد لتقديم الوثائق التي تطلبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعني لبث نوع من الثقة وبداية الثقة في العلاقة مع المجتمع الدولي؟ بالتأكيد، يعني إيران دائما أعلنت استعدادها على إعطاء أي إيضاحات حتى إيضاحات إضافية حول برنامجها النووي، لكن في إطار تعاونها مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية وليس أي دولة أخرى، لأن كما تعلمون إسرائيل داخلة وبقوة على الخط لكي تقوم بضغوط دولية عبر روسيا، عبر الولايات المتحدة، عبر الدول 5+1، ومن ثم وضع بعض السيناريوهات خطيرة لهجوم عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية. إيران تريد إبعاد كل هذه الأطراف من برنامجها النووي، وهي مستعدة وتعلن هذا الاستعداد دائما على تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكي تبرئ أولا ساحتها من أن برنامجها خال وعار عن أي طابع عسكري من جهة، ومن جهة تريد إيران طمأنة الدول والأسرة الدولية بأن هذا البرنامج. يعني كيف سيكون ذلك سيد ما شاء الله؟ يعني كما ذكرت إسرائيل هي تتهم إيران بإخفائها معلومات حول برنامجها النووي، وبالتالي يعني لم تستطع طهران حتى الآن أن تقنع الوكالة الدولية والمجتمع الدولي بأنها لا تنوي يعني وأن برنامجها سلمي ولا تنوي تحديث هذا البرنامج لتطوير أسلحة نووية. هذا سؤال وجيه. أنا أعتقد أن الجهة الوحيدة المخولة لإعطاء أي وإبداء أي حكم حول برنامج إيران النووي هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وليس الدول التي لها مصالح في رفضها برنامج النووي الإيراني أو قبولها. لذلك أعتقد أن هذا الاصطفاف هو اصطفاف كاذب من قبل الدول حول برنامج إيران النووي. لا يوجد في أي تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول برنامج إيران النووي بأن هذا البرنامج له برامج ذات طابع عسكري حتى في المستقبل. وآخر تقرير للأستاذ محمد البرات يشير إلى ذلك ويؤكد هذه الحقيقة بأن ما قالته إيران كان صحيحا في هذا المجال. لكن أنا أعتقد أن الحكومة الإيرانية وخاصة في هذه المرحلة وبسبب الأزمة السياسية التي عقبت الانتخابات يجب عليها إعطاء الإيضاحات وإبداء أكثر مرونة حول برنامجها النووي بالتعاون مع دول 5+1 والقبول بمفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية لكي تطمئن الأسرة الدولية بأن هذا البرنامج سوف لن يحرف إلى برنامج ذات طابع عسكري. أشكرك. نعم أشكرك جزيل الشكر ما شاء الله شمس الواعدين، المستشار بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في طهران، على مشاركتك معنا.